السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. سلي. لو سمحت يا شيخ، هو أنا لو معايا فلوس تمام، بس بالله عليك يا شيخ اسمع السؤال للآخر، وحد جالي عشان اشتري له سلعة وبشتريها له بالضوابط الشرعية، يعني أنا بروح اشتري السلعة. ما تكمليش أصلا كده مرابية، اضحكي على نفسك. أنت معاكي واحد، معاك رأس مال وجالسة في البيت، واحدة قالت أنا عايز أشتري تلاجة يا أم محمد، رحت معاها نقي التلاجة اللي أنت عايزاها يا أم حسن، نقت التلاجة اللي عايزاها، هتسددي على كام يا حبيبتي؟ قالت هتسدد على سنتين، زودي 30%، خلي هذا حيلة من حيل الربا. طيب يا شيخ، هذا البنك نفسه شغلك شغل البنك. طيب يا شيخ، أنا لو جبت السلعة دي وتملكتها ونقلتها إلى روحي عندي، إذا كانت حيلة وعن تواطئ ستأثمين، اما اذا كنت تجرى وعندك سلعك بيع كيف شئت. يا شيخ انا مش، يا شيخ ما تجادلنيش في الربا يا شيخ، انت حرام عليك، انت تجادل عشان تدخل جهنم. يا شيخ انا مش بجادل، انا اقول لك بس يعني هذا اللي عندي، اعجبك الفتوى مرحبا، ما عجبتك سنه غيري، سنه احذرك من عذاب الله. يا